طيب عايزين نبدأ دلوقتي في الفرع بتاع التكامل. طبعا كلمة انتجرال يعني التكامل. طيب ايه هو اصلا التكامل؟ يعني احنا درسنا قبل كده التفاضل. طب ايه التكامل؟ قال لك التكامل ده هو عملية عكس التفاضل، عكس التفاضل اللي احنا كنا اخدناه. يعني ايه؟ يعني مثلا لما احنا كان عندنا دالة اكس تربيع، لما كنا بنروح نعمل لها تفاضل، لما درسنا التفاضل قبل كده، الاكس تربيع دي كان تفاضلها ايه؟ قال لك الاكس تربيع كان تفاضلها 2x، السنه دي بقى او الترم ده احنا عايزين نعمل العكس. هو الراجل هيجيب لي ال 2x ويقول لي رجعها لاصلها، عشان رجعها لاصلها ده اسمه ايه؟ اسمه التكامل. يبقى التكامل هو عمليه ايه؟ عكس التفاضل. طيب التكامل ده الراجل بيجيب لي علامة التكامل بتبقى بالشكل ده، بتبقى العلامة دي وفي هنا دي اكس، ويقوم جاي جايب لي هنا مثلا يقول لي اعمل تكامل للاتنين اكس. معناها ايه بقى دي؟ يبقى الراجل اداني 2 اكس وبيقول لي هات لي اصلها ايه؟ فالاتنين اكس دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها اكس تربيع. يبقى معنى كلمة تكامل 2 اكس يعني ايه؟ الدالة اللي لما بتتفاضل بتدي 2 اكس، اللي هي دالة الاكس تربيع. بس الاكس تربيع دي لما بتتفاضل بتديني ايه؟ 2 اكس. بعد ما خلصت لازم تكتب زائد ثابت، دايما في التكامل بعد ما بنخلص لازم نحط ايه؟ زائد ثابت. اي مساله تكامل لازم تحط زائد ثابت في الاخر. طيب لو الراجل جاب لي مساله ثانيه اهو، بيقول لي هات التكامل بتاع 1 على اكس، معناها ايه المساله دي؟ معناها بيقول لي ايه الداله اللي لما كنا بنفاضلها كانت بتديني 1 على اكس؟ ايه الداله اللي لما كنا بنفاضلها كانت بتدي 1 على اكس؟ لو حد فاكر اللي هي اللين، كانت اللين تفاضلها ايه؟ 1 على اكس. بس بعد ما خلصت تكتب ايه؟ زائد ثابت. طب واحد يجي يقول لك ايه ده؟ هو احنا كل ما هتجيلنا مساله نقعد نقول هي الاثنين اكس كان اصلها ايه والواحد اكس على اكس كان اصله ايه؟ طب ما احنا كده هنتوه. يعني كده لما نقعد نفكر الداله دي كان اصلها ايه والكلام ده كده هنتلخبط. قال لك لا، احنا مش هنستخدم الطريقه دي. احنا هنحفظ جدول للتكامل ونمشي بالجدول ده على طول وخلاص. تعالى كده ناخد الجدول بتاع التكامل. عندنا خانتين، الخانه دي الداله والخانه الثانيه ديت ايه؟ التكامل بتاعها. تعالى كده، قال لك الصفر بتاعنا تكامله هيبقى ايه؟ قال لك والله الصفر ده كان اصله ثابت. لو حد فاكر زمان كان الثابت تفاضله بيبقى ايه؟ بيبقى صفر. طيب لو عندنا اكس اس رقم تكاملها هيبقى ايه؟ اكس اس رقم. قال لك والله دي اسهل حاجه. ليه؟ قال لك هنمسك الاس ده او الرقم ده نزود عليه واحد اهو، يعني هتبقى اكس. هتمسك الرقم ده زود عليه واحد هيبقى ان زائد واحد، واقسم على الرقم الجديد. بس يعني ايه؟ يعني انت لو عندك اكس اس اي رقم هتمسك الرقم زود عليه واحد واقسم على الرقم الجديد. يعني لو انت عندك مثلا اكس اس 7 تكاملها هيبقى ايه؟ قال لك هتمسك الرقم ده، مش ده 7، زود عليه واحد، فيبقى اكس اس 8 على 8 على الرقم الجديد. طب لو عندك اكس اس 10 هيبقى تكاملها ايه؟ قال لك هتمسك ال 10 اللي هو الرقم ده زود عليه واحد، يبقى كام؟ يبقى 11، فهتبقى اكس اس 11 على ال 11 على الرقم الجديد. طب لو عندنا بنفس الاسلوب بقى اكس اس سالب 4 هيبقى تكاملها ايه؟ همسك الرقم ده ازود عليه واحد، السالب 4 لما ازود عليه واحد هتبقى كام؟ سالب 4 لما تبقى زائد واحد هتبقى كام؟ هتبقى سالب 3، فيبقى اكس اس سالب 3 ونقسم على ايه؟ على الرقم الجديد. حلو؟ بس دي كده اول خانه عندنا. يبقى الصفر تكامله هيبقى ثابت، اكس اس رقم تكامله هزود على الاس واحد واقسم على ايه؟ على الاس الجديد. طيب تعال نشوف الخانه الثانيه. قال لك لو عندنا اي اس اكس، قال لك الاي اس اكس تكاملها هيبقى هي نفسها. لو حد فاكر زمان كانت الاي ديت تفاضلها بيبقى هو نفسه، فبرضه تكاملها هيبقى ايه؟ هو نفسها. يبقى الاي تكاملها هي نفسها. طب لو عندنا رقم اس اكس، رقم اس اكس هيبقى التكامل بتاعه ايه؟ قال لك برضه هيبقى هو نفسه. بس ايه الفرق؟ قال لك الاي تكاملها هي نفسها، لكن رقم اس اكس، رقم اس اكس هيبقى هو نفسه على لين الرقم. يعني مثلا 5 اس اكس هتبقى هي نفسها على لين الخمسه. اي رقم في الدنيا اس اكس هيبقى هو نفسه على ايه؟ على لين الرقم. دي كده الخانه رقم 2، الخانه الثانيه. الخانه الاخيره بقى بيقول لك لو انت لقيت 1 على اكس، 1 على اكس ده هيبقى اصلها ايه؟ هيبقى اصلها لين اكس. لو حد فاكر كانت اللين اكس تفاضلها ايه؟ 1 على اكس. بس هو ده اول جدول عندنا في التكامل وعايزين نحفظه. تعالى نحفظه كده. قال لك والله ده جدول بسيط خالص، ده عباره عن 3 خانات. الخانه الاولى سهله قوي، الصفر تكاملها ثابت،
الاكس اس رقم تكامله، هزود على الرقم واحد واقسم على الرقم الجديد. طب دي كده اول خانه. تاني خانه عندنا الحاجات الاسيه، الاي اس اكس هتبقى هي نفسها، رقم اس اكس هيبقى هو نفسه على لين الرقم. الخانه الثالثه بتاعت الواحد على اكس، الواحد على اكس هيبقى اصله ايه؟ لين اكس. بس هو ده كده الجدول اللي احنا عايزين ايه نحفظه. طيب لو جاب لنا مساله تكامل اهي، بيقول لي هات تكامل الكلام ده، تعال نجيبهم كده واحده واحده. اول حاجه عايز تكامل اكس اس 2، اكس اس 2 دي من الجدول هتبقى كام؟ ما هي اكس اس رقم زي ما اتفقنا تكاملها بزود على الرقم واحد واقسم ايه على الرقم الجديد، فاكس اس 2 يبقى هيبقى تكاملها كام؟ قال لك ازود على الاثنين واحد، يبقى هتبقى اس 3 على التلاتة بس زائد. تعالى اللي بعده اكس اس 1 هيبقى تكامله ايه؟ اكس اس رقم، يبقى هزود على الرقم واحد واقسم على الرقم الجديد، يبقى اكس اس 1 ازود عليه واحد هيبقى اكس اس 2 على 2 زائد الواحد. الواحد ده تكامله هيبقى ايه؟ هل الواحد ده موجود في الجدول؟ قال لك لا، بس انا بالراحه ممكن اجيبه ازاي؟ قال لك بالراحه كده، هو الواحد ده، الواحد ده مش احنا ممكن نعتبره كانه اكس اس 0؟ ما هو اي حاجه في الدنيا اس 0 بواحد، مظبوط؟ يبقى الواحد ده هنعتبره اكس اس 0. طيب اكس اس رقم تكاملها هيبقى ايه؟ قال لك يبقى هنزود على الرقم بتاعنا واحد، هيبقى اكس اس 1 على 1، زودت عليه على الاس 1 وقسمت عليه بس كده خلصت المساله. اه بعد ما خلصت المساله لازم تكتب زائد ايه؟ زائد ثابت بس. يبقى اكس اس رقم بزود على الرقم واحد واقسم عليه، اكس اس اكس اس رقم بزود على الرقم واحد واقسم عليه، اكس اس رقم زود على الرقم واحد واقسم عليه، بعد ما خلصت تكتب ايه؟ زائد ثابت. تعال نبص على المساله دي كده، تعالى كده اي اس اكس، اي اس اكس من الجدول بيبقى تكاملها هي نفسها زائد 3 اس اكس، 3 اس اكس دي عباره عن ايه؟ ده رقم اس اكس، رقم اس اكس، واحنا عندنا في الجدول اي رقم اس اكس هيبقى تكامله ايه؟ هو نفسه على لين الرقم. يبقى 3 اس اكس هتبقى هي نفسها على لين الرقم، على لين التلاتة يعني، زائد باي اس اكس. ايه باي اس اكس ده؟ قال لك ما هي الباي دي ما هي رقم، مش الباي دي اللي هي 3.14 رقم، فرقم اس اكس يبقى برضه هيبقى ايه؟ هو نفسه على لين الرقم اللي هو الباي. بس خلصت المساله يبقى زائد ثابت. يبقى ليه هيبقى تكاملها هي نفسها؟ رقم اس اكس هيبقى هو نفسه على لين الرقم، رقم اس اكس هيبقى هو نفسه على ايه؟ على لين الرقم. تعالى نحل المساله دي كده. اول حاجه هنا التلاتة ده ثابت صح؟ قال لك الثابت اركنه على جنب عشان مش يلخبطنا. وبعد كده امسك الدالة بتاعتك كاملها. الاكس اس 2 هيبقى تكاملها ايه؟ هزود على الاس 1 هتبقى اكس اس 3 على 3 زائد. السبعة ده ثابت، اركن الثابت على جنب عشان مش يلخبطنا. وبعد كده امسك الدالة بتاعتك كاملها. ديت اكس اس 1، اكس اس 1 هيبقى تكاملها ايه؟ هزود على الاس 1 فهتبقى ايه؟ هتبقى اكس اس 2 على 2 زائد. التمانية ده ثابت، اركن الثابت على جنب عشان مش يلخبطنا. التمانية دي لما هتركنها على جنب اهي كانك ركنتها هنا على جنب، هيتبقى لك ايه؟ ركنت التمانية على جنب، يبقى هيتبقى لنا واحد على اكس. الواحد على اكس ده هيبقى تكامله ايه؟ اهو واحد على اكس يبقى تكامله لين، صح كده ولا ايه؟ يبقى انا ركنت التمانية على جنب، الثابت ركنته على جنب، وبعد كده مسكت الداله لقيت الداله واحد على اكس، من الجدول هتبقى لين زائد. التسعة، ايه التسعة دي؟ قال لك التسعة ده ثابت، اركن يا عم الثابت على جنب، وبعد كده شوف الثابت ده مضروب في كام؟ هنلاقي ان الثابت ده مضروب في كام؟ التسعة دي مضروبة في واحد. فأنت بعد ما ركنت التسعة على جنب أو الثابت على جنب، بتمسك الدالة، الدالة بتاعتك اللي مضروبة اللي مضروبة في التسعة بكام؟ بواحد. وإحنا لسه متفقين من شوية إن الواحد ده هيبقى تكامله بكام؟ بإكس، مش إحنا قلنا إن الواحد ده كأنه إكس أس صفر فهيبقى تكامله إكس أس واحد على الواحد. خلصت كده؟ يبقى في الآخر تكتب إيه؟ زائد ثابت. يبقى تاني كده، لما بتلاقي ثابت بركنه على جنب وامسك الداله اكملها، امسك الثابت اركنه على جنب والداله اكملها، الثابت اركنه على جنب وامسك الداله اكملها. طب لو لقيت ثابت لوحده اركنه برده على جنب واعتبره مضروب في واحد وامسك الواحد كمل، ماشي كده؟ يبقى اي ثابت بركنه على جنب واشوف الحاجه اللي مضروب فيها اروح اكملها. طيب بعد كده عندنا ملحوظه بتقول، الملحوظه بتقول ايه؟ بتقول ان انت لو لقيت اي مساله ظهر فيها حاجات بره الجدول، يعني حاجات مش موجوده في الجدول، حاول تفكهم الاول. زي المسألة دي، لو بصينا على المسألة دي، المسألة دي عبارة عن قوسين مضروبين في بعض وعايز يجيب تكاملهم. طب هل القوسين المضروبين في بعض دول موجودين في الجدول اللي احنا حافظينه الصغير ده؟ هل الجدول ده فيه تكامل الأقواس؟ لا. فقال لك طالما الحاجات دي حاجات غريبة مش موجودة في الجدول، يبقى حاول تفكها الأول قبل ما تحل، قبل ما تعمل التكامل حلها، افكها الأول. افكها ازاي؟ قال لك هما دولت مش قوسين مضروبين في بعض، طب ما تضربهم في بعض. الاكس في الاكس، الاول في الاول هيبقى اكس تربيع، ها
هضرب التاني في التاني، سالب واحد في موجب واحد هيبقى سالب واحد. لو ضربت الوسطين في بعض هيبقوا سالب اكس، ولو ضربت الطرفين في بعض هيبقوا موجب اكس، هيتغيروا بعض. صح كده ولا ايه؟ ضربت الاول في الاول اداني اكس تربيع، التاني في التاني اداني سالب واحد، والوسطين والطرفين هيتغيروا بعض. لان لو حد فاكر ده كان الشكل ده اسمه فرق بين مربعين، اللي هو بيبقى القوسين شبه بعض، واحد بالموجب واحد بالسالب، بيبقى دايما فكهم الاول تربيع ناقص التاني تربيع. المهم ان انت فكيتهم طلعوا في الاخر بالشكل ده. طيب لما طلعوا بقى بالشكل ده، هل الشكل ده دلوقتي تقدر تحله من الجدول؟ قال لك اه، دلوقتي دي حاجه معقوله نقدر نحلها من الجدول. الاكس اس 2 من الجدول هيبقى تكاملها اكس اس 3 على 3، والواحد من الجدول زي ما قلنا الواحد هيبقى تكامله دايما بكام؟ باكس. ما احنا قلنا ان الواحد ده بنعتبره اكس اس 0 يعني، فيبقى تكامله بواحد بس. خلصت يبقى زائد ثابت، ويبقى احنا كده ايه؟ حلينا المساله بتاعتنا. يبقى اي مساله تلاقيها شكلها غريب، مش حاجات موجوده في الجدول، يبقى حاول الاول تفكهم قوسين مضروبين في بعض. لما فكيتهم لقيتهم بقت حاجات بسيطه، دي قدرت اجيبها من الجدول على طول، ودي قدرت اجيبها ايه؟ من الجدول على طول. طيب دلوقتي بعد ما اخذنا الجدول بتاعنا وحلينا عليه كام مساله، قال لك الجدول الصغير ده هنطلع منه كذا قاعده، الجدول الصغير ده هنطلع منه خمس قواعد. تعال نشوف القواعد دول واحده 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 كده. اول قاعده عندنا بيقول لو احنا عندنا قوس اس رقم، لو عندنا قوس اس رقم تكامله هيبقى بكام؟ قال لك زي ما انت كنت في الجدول، مش انت لما كان عندك في الجدول اكس اس رقم كان التكامل ان انت بتزود على الرقم ده او على الاس ده واحد وتقسم على الاس الجديد؟ طب ما نفس الحكايه، لو احنا عندنا قوس اس رقم برضو التكامل بتاعه يبقى احنا هنزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. صح. بس قبل ما تعمل الحركه دي لازم تتاكد من الشرط. الشرط بيقول ايه؟ الشرط بتاع القاعده دي بيقول ايه؟ بيقول ان لازم الحاجه اللي جوه القوس دي، الداله اللي جوه القوس دي، لازم يكون تفاضلها مكتوب بره. يعني ايه؟ يعني من الاخر احنا عايزين يكون عندنا قوس مضروب في تفاضل ما بداخل القوس. يبقى الشرط بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ان لازم الحاجه اللي جوه القوس يكون تفاضلها ايه؟ مكتوب بره. لو لقيت التفاضل بتاعها مكتوب بره يبقى اذا الحل بتاعك هيبقى ايه؟ زي ما اتفقنا، يبقى الحل بتاعنا هنمسك القوس زي ما هو، زود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. تعال نشوف كده مثال اهو. اول ما بصيت على المساله دي، المساله دي عباره عن ايه؟ اول ما بصيت كده لقيت ان ديت عباره عن قوس اس رقم، قوس اس رقم. طب حلو قوي، يبقى تكاملها المفروض ان انا هزود على الرقم ده واحد واقسم على الرقم الجديد، مظبوط؟ بس قبل، زي ما اتفقنا، قبل ما نعمل الحركه دي لازم اتاكد الاول من الشرط، هل الشرط بيتحقق ولا لا؟ الشرط كان بيقول ايه؟ الشرط كان بيقول لازم الحاجه اللي جوه القوس الاقي تفاضلها مكتوب بره. تعال نشوف هنا، هو هنا الحاجه اللي جوه القوس دي تفاضلها بكام؟ تفاضلها 2x زائد 7. تعال نشوف بقى هل موجوده بره ولا لا؟ 2x زائد 7 ده التفاضل بتاعها، هل مكتوب بره؟ قال لك اه فعلا، ده الراجل جايب لنا فعلا بره 2x زائد 7، يبقى الشرط بتاعك متحقق. طالما الشرط بتاعنا متحقق يبقى اذا هقول له، يبقى اذا الحل بتاعنا هيساوي، همسك القوس زي ما هو، ازود على الاس 1 يعني هيبقى اس 5 على ال 5 واقسم على الرقم الجديد، زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله. بس يبقى انا من الاخر اول لما اشوف قوس اس رقم اتاكد من الشرط، لو اللي جواه تفاضله مكتوب بره يبقى اذا هعمل ايه؟ زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد. خلصت المساله على كده. خش على المساله اللي بعدها، جايب لنا برده مساله اهي، بيقول لي تكامل. تعال نبص على المساله دي، بيقول لي ايه؟ تكامل تان اس 5 وفي هنا كوزين اس 2. ايه اللخبطه دي؟ تحس ان المساله مكلكعه كده. طيب هل المساله دي تعرف ترتبها؟ رتبها شويه جايز تتبسط. تعال نرتبها. يعني احنا عندنا هنا تان اس 5 اهي، طيب وفي تحت في المقام كوزين تربيع. طب هي الكوزين اللي في المقام دي تعرف تطلعها فوق في البسط؟ قال لك اه، بس لو طلعت في البسط هتبقى المقلوب بتاعها. لو حد فاكر مقلوب الكوزين كان ايه؟ كان السك. اللي عرفك دايما كنا بنقول الحاجه اللي بتبدا بحرف السي مقلوبها بيبدا بحرف الاس، فالكوزين مقلوبها هيبقى سك. فالكوزين تربيع اللي تحت لو طلعت فوق هتبقى مقلوبها اللي هو ايه؟ اللي هو سك تربيع. صح. يبقى احنا كل اللي عملناه ان احنا رتبنا المساله، احنا لسه ما حلناش المساله، احنا لقينا المساله مكلكعه فقلنا نرتبها، لقينا ان تان اس 5 سيبناها زي ما هي، الكوزين دي اللي طلعناها فوق، فالكوزين لما هتطلع فوق هتبقى سك، فكوزين تربيع لما تطلع فوق بقت سك تربيع. بص كده على المساله، هل المساله دي تعرف تحلها دلوقتي؟ قال لك تعالى نبص، هي دي عباره عن ايه؟ ده كده قوس اس 5،
هل القوس ده محقق الشرط بتاعه؟ ايه الشرط؟ الشرط كان بيقول لازم اللي جوه القوس الاقي تفاضله بره. هو اللي جوه القوس ده اللي هي التان دي تفاضلها بكام؟ بسكت تربيع. هل بره في سكت تربيع؟ تعال نبص كده. اه فعلا بقى في سكت تربيع بره، يبقى المساله دلوقتي بقت محققه الشرط. بقى دلوقتي عندنا قوس مضروب في تفاضل ما بداخل القوس، يعني محقق الشرط اللي جوه القوس تفاضل مكتوب بره. يبقى طالما حقق الشرط يبقى الحل بتاعنا هيساوي ايه؟ همسك القوس زي ما هو، هزود على اس 1 بدل ما كان اس 5 اخليه اس 6 واقسم على 6 زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله. بس يبقى المساله بتاعتك رتبها، بس لقيتها محققه الشرط قوس في تفاضل ما بداخل القوس، فانا رحت جاي مزود على الاس 1 وايه؟ قاسم على الاس الجديد. طيب تعال نبص على المساله دي. لو بصينا على المسألة دي، أول ما بصيت لقيت إن المسألة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن قوس أس 4. طيب طالما جاب لي قوس فأنا قوس أس رقم، يبقى أنا عايز إيه؟ أتأكد من الشرط، هل محقق الشرط ولا لأ؟ الشرط كان بيقول لازم اللي جوه القوس ألاقي تفاضله مكتوب بره. تعالى هنا، اللي جوه القوس ده تفاضله بكام؟ تفاضله ب2 إكس. هل الراجل جايب لي بره 2 إكس؟ قال لك لأ، ده جايب لي إكس واحدة بس، يبقى المسألة دي مش محققة الشرط. يبقى المسألة دي مش هعرف أحلها دلوقتي، ليه بقى؟ لأن مش محققة الشرط. هو انت عشان تحلها لازم يكون اللي جوه القوس تفاضله مكتوب بره، يعني يكون كاتب لي بره 2 اكس، انما انا ما لقيتش 2 اكس، لقيت اكس واحده بس، يبقى دي ما تنفعش تتحل لانها مش محققه الشرط. طب اعمل ايه بقى فيها؟ اظبطها انت، حقق انت فيها الشرط ازاي. هو الفكره كلها مش انت عايز يظهر هنا 2 اكس، يعني انت لو كان عندك 2 اكس كانت المساله هتبقى مظبوطه. قال لك اه، قال لك طب ما تضرب هنا في 2 وتقسم بره على الاثنين، يبقى انت كده ظبطت المساله. يبقى المساله دي ما كانتش محققه الشرط، فما كانش ينفع تتحل. بس انا مش هسيبها كده، لا انا اروح اظبط انا الشرط. انت مش عايز 2 اكس بره، خلاص انا ممكن اضرب هنا في 2 اكس واقسم بره على، اضرب هنا في 2 يعني واقسم بره على 2 كاني ما عملتش حاجه. هل دلوقتي المساله اتظبطت؟ قال لك اه، بقى قوس واللي جوه القوس تفاضله ب2 اكس مكتوب بره، بقت المساله دلوقتي ايه؟ محققه الشرط. يبقى الحل بتاعنا ما ننساش الرقم اللي بره ده، يبقى الحل بتاعنا هيبقى ايه؟ قوس في تفاضل ما بيدخل القوس، يبقى الحل هيبقى القوس زي ما هو، هزود على الاس 1 هيبقى اس 5 على 5 زائد ثابت، يبقى كده ايه؟ حلينا المساله بتاعتنا. يبقى الفكره كلها ان انت لو عندك حاجه مش محققه الشرط حاول انت تظبطها بحيث تحقق الشرط. طيب القاعده رقم 2، القاعده رقم 2 بيقول لو انت عندك، لو احنا عندنا بسط ومقام، كسر يعني بسط ومقام، الشرط بيقول ايه بقى؟ بيقول ان انت لازم يكون الداله اللي تحت، الداله اللي تحت اللي هي اف اوف اكس دي لازم يكون التفاضل بتاعها مكتوب فوق. الداله اللي تحت لازم الاقي تفاضلها ايه؟ مكتوب فوق. لو لقيت التفاضل بتاعها مكتوب فوق يبقى اذا الحل بتاعك هيساوي لين اللي تحت، بس كده. يبقى الشرط بيقول ايه؟ الشرط بيقول لازم البسط اللي فوق ده يكون تفاضل المقام اللي تحت، لازم يكون البسط هو تفاضل المقام. لو لقيت البسط هو تفاضل المقام يبقى اذا الحل هيبقى ايه؟ هيبقى لين الداله الاصليه اللي هي اللي تحت، لين المقام يعني، لان المقام. تعالى كده نشوف مثال. تعالى نبص على المساله دي كده. اول ما بصيت على المساله دي لقيتها ان هي بسط ومقام كسر، يعني طالما المساله بسط ومقام يبقى دي احاول احلها بالقاعده الاولى ولا احاول احلها بالقاعده الثانيه؟ اكيد احلها بالقاعده الثانيه، لان القاعده الثانيه هي اللي كان بيبقى فيها بسط ومقام. طب الشرط بتاع القاعده الثانيه بيقول ايه؟ بيقول لازم تلاقي الداله اللي تحت تفاضلها مكتوب فوق. تعالى نبص كده نشوفه متحقق ولا لا. هي الداله اللي تحت دي تفاضلها بكام؟ تفاضلها 2 اكس زائد 7. هل ال 2 اكس زائد 7 دي مكتوبه فوق؟ تعال نبص كده، لانها فعلا مكتوبه فوق 2 اكس زائد 7، يبقى الداله دي محققه الشرط. اللي تحت تفاضله مكتوب فوق، يبقى الحل بتاعنا هيساوي ايه على طول؟ هيساوي لين الداله الاصليه اللي هي اللي تحت دي. بس خلصت، تقوم جاي كاتب زائد سين. طب تعال نبص على المساله دي، بيقول لي هات تكامل تان اكس. طب افرض انا مش حافظ التكامل بتاع تان اكس، انا مش حافظ التكامل بتاع تان اكس، اعمل ايه؟ احنا مش كنا قلنا ملحوظه من شويه ان لو في اي داله انت مش موجوده في الجدول او انت مش عارفها حاول تفكها الاول. تعالى كده، هي التان دي طالما انت مش عارف تكاملها فكها. هي التان دي كان قانونها ايه؟ كانت بتبقى بتساوي ساين على كوزين، اللي هي زمان كانت الظا بتساوي جا على جتا يعني. فالتان ديت هي عباره عن ساين على كوزين، فكيتها. بس بعد ما فكيتها لقيت ان المساله بتاعتك بقت كسر بسط ومقام، يبقى دي اقدر احلها بالقاعده الاولى ولا بالقاعده الثانيه؟ اكيد بالقاعده الثانيه، لان القاعده الثانيه هي اللي فيها بسط ومقام. طب الشرط بتاع القاعده الثانيه كان بيقول ايه؟ لازم اللي تحت الاقي تفاضله مكتوب فوق. تعال نبص هنا، هو الداله اللي تحت دي اللي هي الكوزين تفاضلها بكام؟ تفاضلها بسالب ساين. هل الراجل كاتب لي فوق سالب ساين؟ لا، كاتب لي ساين بس، يبقى اذا دي مش محققه الشرط.
طب تعرف انت تظبطها عشان تحقق الشرط؟ قال لك اه. هو انت مش عايز فوق سالب ساين؟ مش الكوزاين انت فاضلها سالب ساين؟ يعني انت عايز فوق يتكتب سالب ساين، انت عندك ساين فاضل لك السالب، ما تحط يا عم هنا سالب واضرب بره في سالب، يبقى كانك ما عملتش حاجه، ضربت جوه في سالب وبره في سالب. هل دلوقتي المساله محققه الشرط؟ اه. ليه بقى؟ لان اللي تحت فاضله مكتوب فوق، يبقى المساله محققه الشرط. يبقى الحل بتاعك هيساوي، ما تنساش الاشاره اللي بره دي، يبقى طالما البسطه فاضل المقام يبقى الحل هيبقى ايه؟ لان المقام يعني لان الكوزاين زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله بتاعتك. طيب المساله اللي بعدها، المساله دي اول ما بصيت على المساله ديت، هل دي تبع القاعده الاولى ولا تبع القاعده الثانيه؟ اكيد دي تبع القاعده الثانيه، علشان دي بسط ومقام، عشان المساله بسط ومقام يبقى اكيد هي تبع القاعده الثانيه. طب الشرط بتاع القاعده الثانيه كان بيقول لازم اللي تحت الاقيه تفاضله فوق، هل اللي تحت ده تفاضله هو اللي فوق ده؟ اكيد لا، اكيد الحاجات اللي تحت دي تفاضلها مش بواحد يعني، يبقى المساله دي مش محققه الشرط. طيب طالما المساله بتاعتك مش محققه الشرط، هل تعرف انت تظبطها بحيث تخليها تحقق الشرط؟ قال لك اه. هنعمل ايه؟ قال لك دايما دايما هنحفظها كده، لو لقيت في داله اي اس سالب اكس او اي اس اكس وانت مش عارف تحل المساله، قال لك اللي هيظبطها لك ان انت تروح تضرب المساله في اي اس اكس على اي اس اكس، طالما دي سالب اكس فانت تضرب اي اس اكس على اي اس اكس. طب لو كانت ديت اي اس اكس كنت انت تضرب في سالب اي اس سالب اكس على اي اس سالب اكس يعني. المهم يبقى احنا طالما لقينا المساله ملعبكه ومش راضيه تتحل وفيها اي اس سالب اكس، فهنضرب فوق في اي اس اكس على اي اس اكس، ضربت في حاجه على نفسها كانك مش ضربت في حاجه يعني. تعالى كده نرتب، تعالى نرتب. هضرب اول حاجه اللي فوق في اللي فوق، واحد في اي اس اكس هتبقى اي اس اكس، وهضرب اللي تحت اللي هو القوس ده في اللي تحت اللي هو المقدار ده، يعني هضرب القوس ده في المقدار ده. تعالى كده هضرب الاول في يعني الواحد هضربه في اي اس اكس، واحد في اي اس اكس هتديني اي اس اكس، زائد الحد الثاني اي اس سالب اكس لما اضربها في اي اس اكس بضرب رقم في نفسه، يبقى الرقم هيداله زي ما هو، وهجمع الاسس بقى صح؟ لما بضرب رقم في نفسه فبسيب الرقم زي ما هو واجمع الاسس. تعالى نجمع الاسس، سالب اكس مع موجب اكس هيبقى مجموعهم كام؟ صفر، صح كده ولا ايه؟ تاني يبقى انا ضربت اللي فوق في اللي فوق، واحد في اي اس اكس في اي اس اكس، هضرب اللي تحت في اللي تحت، يبقى انا هضرب القوس ده في الاي اس اكس، فهضرب الواحد في اي اس اكس اداني اي اس اكس، هضرب اي اس سالب اكس في اي اس اكس بضرب رقم في نفسه، يبقى احط الرقم زي ما هو واجمع الاسس فتبقى اس صفر. طيب ظهر لي هنا رقم اس صفر، ما هو الاي ده رقم، رقم الصفر، واحنا عارفين ان اي رقم في الدنيا اس صفر بكام؟ بواحد. يبقى المساله بتاعتنا رتبناها، بس رتبناها. بعد ما رتبت المساله بتاعتك، هل دلوقتي بقت محققه الشرط؟ تعالى نتاكد، هو الشرط كان بيقول ايه؟ لازم اللي تحت الاقي تفاضله فوق، هو اللي تحت ده تفاضله بكام؟ اي اس اكس، وده تبقى بصفر، يعني اللي تحت ده تفاضله باي اس اكس. هل فوق الراجل جايب لك اي اس اكس؟ اه فعلا دلوقتي البسط باي اس اكس. يبقى هنلاقي دلوقتي ان المساله حققت الشرط، لان البسط بقى هو عباره عن ايه؟ تفاضل المقام. طالما البسط بقى تفاضل المقام، يبقى هقول له اذا الحل بتاعنا هيبقى لن المقام، رص المقام زي ما هو بس زائد ثابت، يبقى كده المساله بتاعتنا اتحلت. ماشي كده ولا ايه؟ يبقى المساله ما كانتش اصلا محققه الشرط، فضربنا في اي اس اكس على اي اس اكس، دايما لما تلاقي اي اس سالب اكس والمساله مش شرط تتظبط اضرب في اي اس اكس على اي اس اكس، رتب هتلاقي المساله راح جايه محققه الشرط بالظبط، وتقوم جاي حللها البسط فاضل المقام هتبقى لنا المقام. طيب القاعده رقم 3، القاعده رقم 3 بيقول برضو لو لقيت عندك تكامل وعندك بسط ومقام. ايه ده بسط ومقام؟ طب ايه الفرق بين القاعده الثالثه والقاعده الثانيه؟ يعني لا، القاعده الثانيه دي كان بسط ومقام مش كان فيهم جذور، انما في القاعده الثالثه هتلاقي فيه جذر في المقام. يبقى تاني كده، يبقى القاعده الثالثه هتلاقي المقام بتاعك عباره عن جذر تربيعي يعني. طيب الشرط بتاع القاعده الثالثه بيقول ايه؟ بيقول ان لازم الحاجه اللي جوه الجذر التربيعي دي نلاقي تفاضلها برضو مكتوب فوق، يعني لازم نلاقي ان البسط بتاعنا اللي فوق ده هو عباره عن تفاضل ما بداخل الجذر. يعني القاعده الثالثه دي لازم الاقي عندي بسط ومقام، المقام يكون فيه جذر تربيعي، دي اول شرط. تاني شرط، لازم اللي جوه الجذر التربيعي، اللي جوه الجذر التربيعي ده الاقي تفاضله مكتوب ايه؟ مكتوب فوق. لو حققت الشرط ده، يعني اللي جوه الجذر التربيعي تفاضله مكتوب فوق، يبقى الحل بتاعنا هيساوي ايه؟ قال لك يبقى الحل بتاعنا هيساوي 2 الجذر، اكتب الجذر زي ما هو بس. تعال نشوف كده مثال، اول لما بصيت على المساله دي، المساله دي احلها بالقاعده الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ اكيد بالقاعده الثالثه عشان فيها جذر يعني، صح؟ عشان عندنا جذر تربيعي يبقى اكيد دي القاعده الثالثه. طيب القاعده الثالثه لازم نخلي المقام بجذر تربيعي بس، ما يبقاش معاه حاجه،
في القاعده الثالثه لو بصيت على الصوره بتاعتها اهي لازم يكون المقام هو عباره عن الجذر بس ما فيش جنبه حاجه. فلو بصينا هنا هنلاقي ان المقام بتاعنا هو الجذر بس جنبه ايه؟ كوزين تربيع. قال لك لا الكوزين دي احنا مش عايزينها هنا، احنا عايزين يبقى تحت الجذر بس. خلاص طب تعرف الكوزين دي تتخلص منها يعني تطلعها فوق؟ قال لك اه ما احنا لو طلعناها فوق هتبقى المقلوب بتاعها. فالكوزين دي بتبدا بحرف السي فالمقلوب بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى سك. فالكوزين تربيع ممكن تشخبط عليها كده وتطلعها فوق هتبقى ايه؟ سك تربيع. ماشي كده؟ يبقى احنا عملنا اول حاجه ان احنا خلينا المقام هو الجذر بس، فشلنا الكوزين طلعناها فوق نمسحها كده خالص. فالمساله بتاعتنا والله بقت على الصوره العامه، بقى المقام بتاعنا او اللي تحت بقى جذر جذر بس يعني مش معاها حاجه. طيب الشرط الثاني كان بيقول ايه؟ بيقول ان لازم اللي جوه الجذر، لازم الحاجه اللي جوه الجذر الاقي تفاضلها مكتوب ايه؟ فوق. اللي جوه الجذر دي لازم الاقي تفاضلها مكتوب فين؟ فوق. تعال نشوف. هو اللي جوه الجذر هنا اللي هو مين؟ اللي هو تان. التان كان تفاضلها ايه لو حد فاكر؟ التان كان تفاضلها سيك تربيع. هل السيك تربيع الراجل كاتبها لك فوق؟ اه فعلا، يبقى المساله دي محققه الشرط. يبقى فعلا اللي جوه الجذر لقينا تفاضله مكتوب فوق، يبقى المساله محققه الشرط. طالما محققه الشرط يبقى الحل بتاعنا هيساوي كام؟ 2 الجذر. يبقى هقول له والله الحل بتاعنا هيساوي 2 الجذر. اكتب الجذر زي ما هو بس زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله. طيب مساله شبهها برضو بالظبط اهي، لو بصينا على المساله دي، المساله دي احلها بالقاعده الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ اكيد بالقاعده الثالثه عشان فيها جذر في المقام، بس القاعده الثالثه زي ما اتفقنا عايزين المقام يبقى جذر بس مش جنبه حاجه. جينا نبص لقينا هنا الجذر جنبه اكس اكس، لا الاكس دي احنا مش عايزينها هنا، فالاكس دي ممكن تشيلها وتطلعها فوق، لو طلعتها هتبقى واحد على اكس، صح؟ انا عايز يبقى تحت الجذر بس، فالاكس شخبطت عليها وطلعتها فوق، فلما طلعها فوق هتبقى واحد على اكس. طيب يبقى المساله دلوقتي بقت محطوطه معانا على الصوره العامه بتاعت القاعده الثالثه. طب هل محققه الشرط؟ الشرط كان بيقول ايه؟ لازم اللي جوه الجذر الاقي تفاضله فوق. هو اللي جوه الجذر هنا تفاضله بكام؟ اللين دي تفاضلها بكام؟ اللين تفاضلها بواحد على اكس. هل مكتوب فوق واحد على اكس؟ اه. يبقى المساله محققه الشرط، يبقى اللي جوه الجذر تفاضله فعلا مكتوب فوق. يبقى اذا الحل بتاعنا هيساوي كام؟ هيساوي 2 الجذر، واكتب الجذر زي ما هو. 2 الجذر، يبقى كده حلينا ايه؟ المساله بتاعتنا. يبقى دي القاعده رقم 3. يبقى لو عايزين نلخصهم كده، القاعده الاولى لو عندي قوس قص رقم، شرط القاعده الاولى كان ايه؟ لازم اللي جوه القوس الاقي تفاضل مكتوب بره، والحل زود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. القاعده الثانيه كان بيقول لك لو عندك كسر بسط ومقام لازم تلاقي البسط هو تفاضل المقام، يبقى اذا الحل هيبقى ايه؟ لن المقام. القاعده الثالثه كان بيقول لازم يبقى عندك كسر يكون فيه المقام يكون عباره عن جذر تربيعي، ولازم اللي جوه الجذر تلاقي تفاضله فوق، لو لقيت اللي جوه الجذر تفاضله فوق يبقى اذا الحل بتاعنا هيساوي كام؟ 2 الجذر. طيب القاعده رقم 4، القاعده رقم 4 بيقول ان احنا لو عندنا داله اسيه، لو عندنا داله اسيه داله الايه؟ تكاملها هيبقى ايه؟ لو حد فاكر دايما داله الاي كان تكاملها بيبقى هي نفسها، صح؟ فداله الاي اكيد تكاملها هي نفسها، بس قبل ما تعمل الحركه دي لازم تتاكد ان هي تكون محققه الشرط. يعني ايه محققه الشرط؟ قال لك الشرط بتاعها بيقول ان لازم الاس ده، الاس ده نلاقي تفاضل بتاعه مكتوب جنبها. يعني نلاقي دوت تفاضل الاس. لو لقيناها محققه الشرط فعلا، يعني الاس مكتوب جنب تفاضله مكتوب جنبها، يبقى اذا الحل هيبقى ايه؟ زي ما احنا متعودين، داله الاي تكملها هيبقى هي نفسها، اقوم جاي كاتبها زي ما هي بس. يعني تعالى نبص على المساله دي كده، المساله دي اول لما بصيت على المساله ديت داله اسيه اللي هي داله الاي، صح كده؟ يبقى المساله دي تبع القاعده الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ اكيد القاعده الرابعه اللي هي بتاعت الداله الاسيه. طيب داله الاي احنا عارفين ان داله الاي تكاملها هيبقى هو نفسها، بس قبل ما تعمل الحركه دي لازم تتاكد من الشرط. الشرط بيقول ايه؟ لازم نتاكد ان الاس تفاضله مكتوب جنب الداله. تعالى كده، هو داله الاي ديت اسها بكام؟ بتان انفرس. هل الاس ده محقق الشرط؟ يعني ايه محقق الشرط؟ يعني تفاضل الاس ده هل مكتوب هنا؟ تعالى نشوف. هو التان انفرس دي كان تفاضلها بكام لما كنا درسنا التفاضل؟ كان التان انفرس تفاضلها 1 على اكس تربيع زائد 1، فلقيت ان التان انفرس تفاضلها اللي هو كان 1 على 1 زائد اكس تربيع مكتوب جنبها، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا المساله محققه الشرط، لان الاس تفاضله مكتوب ايه؟ جنبها. يبقى دي عباره عن داله اسيه مضروبه في تفاضل الاس، يبقى اذا والله طالما محققه الشرط يبقى اقول له اذا بتساوي مين؟ الداله نفسها. اكتب الداله زي ما هي وخلاص على كده بس، زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله. ماشي كده؟ طيب
دي القاعدة رقم 4. القاعدة رقم 5، قاعدة رقم 5 برضو بيقول لو عندك تكامل دالة أسية، لو عندك تكامل دالة أسية برضو. بس ايه الفرق، ايه الفرق بين القاعدة دي والقاعدة دي؟ القاعدة دي كانت الدالة الأسية بتاعتك ايه، انما هنا الدالة الأسية بتاعتك رقم أس حاجة. يعني هيبقى ايه الشرط؟ نفس الشرط، لازم برضو يكون الأس بتاعنا تفاضله مكتوب ايه جنب الدالة، يعني ده تفاضل الأس. والله لو ما حقق الشرط ده يعني دالة أسية في تفاضل الأس زي دي، ما هو نفس الشرط، ما هي دي دالة أسية في تفاضل الأس ودي برضو ايه دالة أسية في تفاضل الأس. الحل هيساوي كام؟ هنا كان الحل بيساوي الدالة نفسها، هنا برضو الحل هيساوي ايه الدالة نفسها. بس في اختلاف، ايه الاختلاف؟ قال لك والله طالما دي دالة رقم أس حاجة يبقى لازم تقسم على لين الرقم. يعني من الآخر، اللي حفظ القاعدة الرابعة يقدر يحفظ القاعدة الخامسة، هما الاثنين واحد أصلا. دالة أسية في تفاضل الأس هتديك الدالة نفسها، دالة أسية في تفاضل الأس هتديك الدالة نفسها. بس إيه بقى؟ لو الدالة بتاعتك كانت إيه هتسيبها زي ما هي، إنما لو كانت رقم لازم تقسم على مين؟ على لين الرقم. أصلا القاعدة الخامسة دي تحس إن هي الصورة العامة. ليه بقى؟ لأن أنت لو طبقتها على دي ما هي هي، ما أنت هنا لازم الحل يبقى الدالة نفسها على لين الرقم. هنا انت لو قلت نفس الحكايه الداله نفسها على لين الرقم، ما هو لين الاي بكام؟ بواحد، فعشان كده ما كتبناهوش. يعني المهم انت تحفظ القاعده دي والقاعده دي وخلاص. لو الداله بتاعتك داله اسيه في تفاضل الاس هتساوي الداله نفسها، لو كانت اي سيبها زي ما هي، لو كانت رقم هتقسم لازم تقسم على ايه؟ على لين الرقم. فلو عندنا مثال مثلا اهو لو جاب لي المساله دي، اول ما بصيت على المساله دي لقيت ان دي عباره عن ايه؟ داله اسيه، ثلاثه رقم اس حاجات كتير. طب الداله الاسيه دي محققه الشرط ولا لا؟ الشرط كان بيقول ان لازم الاس تفاضله يبقى مكتوب بره. تفاضل الاس ده بكام؟ 2 اكس زائد 7. هل في هنا 2 اكس زائد 7؟ يبقى محققه الشرط. طالما محققه الشرط يبقى الحل هيساوي كام؟ داله اسيه في تفاضل الاس، يبقى الحل هيساوي كام؟ الداله زي ما هي، بس علشان دي داله او رقم يعني يبقى لازم نقسم على مين؟ على لين الرقم، على لين الثلاثه زائد ثابت، يبقى كده حل المساله. بس يبقى هتساوي الداله نفسها على لين الرقم وبس على كده. طيب تعالى بقى ناخد بقيه الجداول. يعني احنا لغايه دلوقتي احنا اخدنا الجدول الاولاني الصغير ده وطلعنا منه 5 قواعد. بعد كده بقى في جداول للدوال المثلثيه والدوال الزائديه اللي هي الساين والكوزاين والشاين والكوشاين والكلام ده. فتعالى كده لو عايزين نجيب تكامل الكوزاين، تكامل الكوزاين ايه؟ قال لك والله الكوزاين دي كان اصلها ساين. لو حد فاكر كانت الساين تفاضلها بيبقى ايه؟ بيبقى كوزاين. طيب وتكامل الساين، قال لك الساين والله اصلها سالب كوزين. لو حد فاكر زمان كانت الكوزين تفاضلها سالب ساين، فعشان كده حطينا ايه؟ حطينا السالب. طيب السيك تربيع كان اصلها ايه؟ لو حد فاكر السيك تربيع دي كان اصلها تان، لان التان كان تفاضلها سيك تربيع. طب والكوسيك تربيع قال لك اصلها سالب كوتان. لو حد فاكر زمان كانت الكوتان تفاضلها سالب كوسيك تربيع، فعشان كده حطينا سالب. طب السك في تان كان اصلها سك، لو حد فاكر كان السك تفاضلها بيدي سك تان. طب الكوسيك كوتان اصلها سالب كوسيك، لو حد فاكر كانت الكوسيك تفاضلها بيديني ايه؟ سالب كوسيك كوتان، فعشان كده حطينا ايه؟ سالب. يبقى الجدول ده يعني احنا كنا حافظينه زمان اصلا في التفاضل، احنا كل الحكايه ان احنا نعكسه بس. الكوزين اصلها ساين، الساين اصلها سالب كوزين، السك تربيع اصلها تان، الكوسيك تربيع اصلها سالب كوتان، السك في تان اصلها سك، الكوسيك كوتان اصلها ايه؟ سالب كوسيك. ودايما عشان ما نتلخبطش مين اللي بياخد سالب ومين اللي بياخد موجب، دايما اللي بيبدا بحرف الناتج اللي هيطلع لك بادئ بحرف السي حط قصاده سالب. الناتج اللي طالع معاك بيبدا بحرف السي حط قصاده سالب. الناتج اللي طالع بيبدا بحرف السي حط قصاده ايه؟ سالب. فالجدول ده ان شاء الله لما نيجي نذاكره مش هياخد معانا وقت قوي في الحفظ. ليه؟ لان احنا كده كده اصلا كنا حافظينه زمان، بس كنا حافظينه بالعكس. يعني ده هو نفس اللي احنا كنا حافظينه زمان بس عكسوه، يعني فمش هياخد معانا وقت قوي. الكوزين اصلها ساين، الساين سالب كوزين، السيك تربيع هتبقى اصلها تان، الكوسيك تربيع اصلها سالب كوتان، سيك في تان اصلها سك، كوسيك كوتان اصلها سالب كوسيك. بس حفظنا الجدول في السريع كده. طيب تعالى نحفظ الجدول اللي بعده. قال لك برضو بنفس الاسلوب الكوشاين اصلها شاين. لو حد فاكر كانت الشاين تفاضلها كوشاين، والشاين اصلها كوشاين. لو حد فاكر كانت الكوشاين تفاضلها شاين على طول، مفيش سالب ولا حاجه. طب السيش تربيع
كان اصلها تاش. لو حد فاكر التاش كان بتدينا سيش تربيع، تفاضل سيش تربيع. طب الكوسيش تربيع كان اصلها سالب كوتاش. لو حد فاكر الكوتاش كان تفاضلها سالب كوسيش تربيع، فعشان كده حطينا سالب. طب السيش في تاش اصلها سالب سيش. لو حد فاكر السيش كان تفاضلها سالب سيش تاش، فعشان كده حطينا السالب. طب الكوسيش كوتاش اصلها سالب كوسيش. لو حد فاكر كانت الكوسيش تفاضلها سالب كوسيش كوتاش، فعشان كده حطينا ايه؟ السالب. فواحد يجي يقول لك بس هنا السالب مختلف عن السالب ده، قال لك اه. لو حد فاكر كان في الدوال الزائديه اللي هي الشاين والكوشاين كنا دايما بنقول ان الثلاثه الاخر هم اللي بياخدوا سالب. الثلاثه الاخر اللي هم الكوتاش والسيش والكوسيش هم دولت اللي هياخدوا ايه؟ اللي هياخدوا سالب. يبقى برضو الجدول ده سهل الحفظ. الكوشاين اصلها شاين، الشاين اصلها كوشاين، سيش تربيع اصلها تاش، كوسيش تربيع اصلها سالب كوتاش. سيش في تاش اصلها سالب سيش، كوسيش كوتاش اصلها ايه؟ سالب كوسيش. فالجدول ده والجدول ده احنا كده كده اصلا كنا حافظينهم قبل كده في التفاضل. كل الحكايه ان احنا عكسناهم بس. فان شاء الله لما تيجي تذاكرهم او تيجي تحفظهم مش هياخدوا معانا اي وقت قوي في الحفظ، لان احنا كده كده اصلا كنا حافظينهم زمان يعني. طيب قال لك في شويه بقى تكاملات كمان زياده عايزين نحفظها زياده عن الجدولين دول. طيب زي ما قلنا بعد ما حفظنا الجدولين دول عندنا شويه قيم او تكاملات زياده عن الجدولين دول، تعال نشوفهم كده. اول حاجه عندنا تكامل التان. تكامل التان ده بيساوي كام؟ قال لك تكامل التان ده انت ممكن تحفظه وممكن تستنتجه. استنتجه ازاي؟ قال لك احنا في الاول خالص، في الاول خالص احنا كنا استنتجناه لو حد فاكر يعني. كنا قلنا ان تكامل التان ده لو عايز استنتج تكامل التان بيساوي كام؟ كنا قلنا ان التان دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ساين على كوزين. فكنا شلنا التان وقلنا ان هي عباره عن ساين على كوزين. وبعد كده قلنا ده بسط ومقام. هل محقق الشرط بتاع البسط والمقام؟ هل البسط تفاضل مقام؟ تعال نشوف. هو المقام كوزين، الكوزين دي تفاضلها بكام؟ بسالب ساين. هل في فوق سالب ساين؟ لا، في ساين بس. فممكن اضرب بره، اضرب هنا في سالب واضرب بره في سالب عشان اظبطها. فدلوقتي بقت المساله مظبوطه، فالسالب ده هنسيبه على جنب، وهنا هلاقي ان البسط تفاضل المقام، يبقى الحل بتاعنا هيبقى ايه؟ لان المقام بس. فانت تكامل التان ده عايز تحفظه هيبقى سالب لان كوزين. ده لو انت عايز تحفظه. طب لو مش عايز تحفظه ممكن ما احفظوش ولا اتعب نفسي. انا ممكن لو جاب لي تكامل التان اروح افكها تبقى ساين على كوزين وهظبطها بحيث يبقى البسط تفاضل المقام، فالاقيها في الاخر لان المقام وخلاص على كده. طيب كذلك الكوتان، تكامل الكوتان. قال لك تكامل الكوتان برضو ممكن ما احفظوش. ليه؟ والله ممكن لو جات لي الكوتان دي في المساله افكها. هي الكوتان دي مش كوزين على ساين؟ لو فكيتها تبقى كوزين على ساين. كوزين على ساين فلاقي ان البسط تفاضل المقام، ما هو الساين هتبقى تحت، ساين تفاضلها بكوزين، فلاقي ان البسط تفاضل المقام، فالحل هيبقى ايه؟ هيبقى لن المقام، يعني لن الساين. عايز تحفظها ماشي، عايز تستنتجها لو جات لك استنتجها. طيب ايه تاني؟ قال لك التكامل بتاع السك. تكامل السك ده بقى ده جديد، يعني الجداول دي مش جديده، مش جديده علينا كده كده، احنا كده كده كنا حافظينها في التفاضل، احنا بس هنعكسها. والاثنين دول ممكن ما احفظهمش، انا ممكن لو جم في الامتحان افك التان وافك الكوتان واستنتجهم وخلاص. الجديد بقى اللي عايزين نحفظه هو تكامل السك. قال لك تكامل السك هيبقى لين سك زائد تان. وبرضو تكامل الكوسك ده جديد، تكامل الكوسك هيساوي لين كوسك ناقص كوتان. بس يعني هما دولت الاثنين دولت هما دولت الجداد اللي احنا محتاجين نحفظهم. السكه يبقى تكاملها لين سك زائد تان، الكوسك يبقى تكاملها ايه؟ لين كوسك ناقص كوتان. حتى تحس الاثنين شبه بعض يعني. ماشي كده؟ يبقى دولت انا ممكن ما احفظهمش، هستنتجهم وخلاص. دولت انا حافظهم كده كده زمان، انا بس هعكسهم، فهلاقي ان الجديد عندنا اللي احنا عايزين نحفظه هم ايه؟ قانونين البساط دول. السكه تبقى لين سك زائد تان، الكوسك لين كوسك زائد كوتان. طيب تعالى بقى نشوف بقيه القوانين. عندنا تكامل التاش. قال لك برضو تكامل التاش ده ممكن ما احفظوهوش، ممكن استنتجه. ليه؟ قال لك اصل التاش دي هي شاين على كوشاين، فهنلاقي ان البسط تفاضل المقام، فهتبقى من الاخر لين المقام اللي هو لين الكوشاين. كذلك الكوتاش، الكوتاش دي تكامل الكوتاش.
تكامل الكوتاج برضو ممكن ما احفظوش، انا ممكن استنتجه هفكها، هي الكوتاج دي هي عباره عن كوشاين على شاين، فلان البسطه فوق المقام فتبقى لان المقام، يبقى ديت وديت برضو ممكن ايه استنتجه ومش احفظه. الجديد بقى اللي انا عايز احفظه تكامل السش وتكامل ايه الكوسش. قال لك الكوسش سهله شبه الكوسك، هتبقى لين، مش دي الكوسك كانت لين كوسك ناقص كوتان، ديت هتلاقيها لين كوسش ناقص كوتاش، فهتلاقيها قريبه لدي، كوسك لين كوسك ناقص كوتان، الكوسش هتبقى لين كوسش ناقص كوتاش. دي بس الغريبه شويه، السش ده هيبقى تان انفرز وجواها شاين، بس دي الوحيده اللي غريبه يعني. بس ده كده كل القوانين، بس دي كده كل القوانين اللي احنا عايزين نحفظها في الدوال المثلثيه والدوال الايه الزائديه. الجدولين زي ما قلنا وكده كده ان شاء الله نحفظهم بسهوله. عندنا التان والكوتان، والتاش والكوتاش ممكن ما تحفظهمش، الاربعه دول دول ممكن لو جم في الامتحان استنتجهم وخلاص، هيبقى البسطه فضل مقام وخلاص. هيبقى الجديد عندنا اللي احنا عايزين نحفظه هم الاربعه دول، السك هتبقى لين سك زائد تان، الكوسك لين كوسك ناقص كوتان، الكوسش لين كوسش ناقص كوتاش. دي بس الغريبه شويه اللي هتبقى ايه تان انفرز وجواها شاين. بس كده الحمد لله حفظنا ايه او اخذنا كل القوانين اللي احنا عايزينها. طب تعالى نبص كده على المساله دي، جايب لي مساله هنا بيقول لي هات التكامل بتاع الحاجات دي. اول حاجه الثلاثه ده ثابت، اركن الثابت على جنب. بعد كده امسك الداله، داله الكوزاين، الكوزاين تكاملها ايه من الجدول، الكوزاين اصلها ايه ساين، يبقى الكوزاين دي تكاملها ساين. زائد السبعه ده ثابت، اركن الثابت على جنب وامسك الداله بتاعتك كاملها، الساين تكاملها ايه من الجدول، الساين اصلها سالب كوزاين، يبقى الساين دي تكاملها يبقى سالب كوزاين. زائد التلاتة ده ثابت، اركن الثابت على جنب وامسك الدالة بتاعتنا نكملها، السك تربيع، السك تربيع هيبقى اصلها ايه؟ هيبقى اصلها تان، يبقى السك تربيع دي هيبقى اصلها تان. زائد الدالة اللي بعد كده التان، التان ديت احنا كنا حفظناها من شوية او انت عايز تستنتجها، لو عايزين نستنتجها هنفكها تبقى ساين على كوزاين ونضرب بره في سالب والكلام ده، او انت كنت حافظها، المهم هي كانت لو حد فاكر كانت سالب لن كوزاين. بس زائد ثابت يبقى كده حلينا المساله بتاعتنا. يبقى ركننا الثابت على جنب وكملنا الداله، ركننا الثابت على جنب كملنا الداله، ركننا الثابت على جنب وهكذا يعني. تعال نبص على المساله دي كده، جايب لي هنا الثلاثه ده ثابت، اركن الثابت على جنب. بعد كده نمسك الداله بتاعتنا نكملها. الكوسيش تربيع، الكوسيش تربيع اصلها ايه؟ اصلها سالب كوتاش. يبقى دي اصلها سالب كوتاش. زائد سيش في تاش. سيش في تاش اصلها ايه؟ سالب سيش. يبقى دي كده هتبقى سالب سش. زائد الكوسش، الكوسش دي لو حد فاكر احنا كنا حفظنا السك والكوسك والسش والكوسش، الكوسش دي لو حد فاكر اللي هي كانت لين كوسش ناقص كوتاش، بس زائد ثابت يبقى كده ايه حلينا المساله دي. كده مسالتين مباشرتين على طول ايه من الجدول يعني. طيب قال لك بعد كده الدوال المثلثيه والدوال الزائديه اللي احنا خدناها دي هنطلع منها قاعده واحده بس، علينا هنطلع منها قاعده واحده بس. القاعده بتقول ايه؟ انت عندك لو عندك تكامل الكوزاين اكس هيبقى ساين اكس، صح؟ فالجدول ده كله بيديك كوزاين اكس، كل حاجات فيها اكس. طب افرض جاب لك الداله بتاعتك، جاب لك مثلا الداله بتاعتك داله الكوزاين او الساين او التان او اي ان كانت الداله، جاب لك جواها مش اكس، لا ده جايب لك جواها قوس، تحلها ازاي دي بقى؟ القاعده بتقول ان لو اي داله من الدوال اللي احنا حفظناها بدل ما يجيب لي جواها اكس جاب لي جواها قوس مفيش اي مشكله، يجيب لي جواها قوس مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه ان القوس ده يكون محقق الشرط بتاعه. يعني ايه الشرط؟ قال لك يعني القوس ده طالما موجود لازم يكون التفاضل بتاعه مكتوب بره. هو تفاضل القوس ده بكام؟ اللي جوه القوس ده تفاضله بكام؟ بإف داش، لازم يكون مكتوب بره، يعني اللي بره ده يكون هو تفاضل ما بداخل القوس. ماشي كده؟ يبقى لو جاب لنا قوس جوه الداله مفيش أي مشكلة. بس طالما القوس موجود لازم يكون تفاضله مكتوب إيه؟ موجود معاه بره. طيب يبقى ساعتها الحل هيساوي إيه لو هي محققة الشرط؟ يبقى الحل هيساوي هاتها من الجدول، الكوزاين من الجدول بيبقى أصلها ساين. واكتب اللي جواها زي ما هو اهو، مثال كده اهو. يعني لو بصينا هنا مثلا هنلاقي ان احنا عندنا هنا دي الداله بتاعه الكوزاين اللي احنا عارفينها،
بس الراجل بدل ما يجيب لي كوزين اكس، بدل ما يجيب لي كوزين اكس لا جاب لي جواها كوس، جاب لي جواها كوس. طب هو ينفع؟ قلنا عادي خالص زي ما اتفقنا، طالما جاب لك جواها قوس ما فيش اي مشكله، بس اهم حاجه القوس ده طالما موجود لازم يكون تفاضله موجود مع بره. طب القوس ده تفاضله بكام؟ تفاضله 8 اكس زائد 3. هل بره الراجل كاتب لك 8 اكس زائد 3؟ اه، يبقى المساله مظبوطه محققه الشرط. يبقى عادي هو يجيب لك قوس ما فيش مشكله، بس اهم حاجه القوس ده لازم يجيب لك تفاضله موجود مع بره. يجيب لك قوس وتفاضله موجود بره يبقى عادي خالص. يبقى ساعتها هنحل المساله هتبقى ايه؟ هتحلها من الجدول، الكوزاين من الجدول بتبقى ساين بس، واكتب اللي جواها زي ما هو بس زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله بتاعتنا. طيب جايب لي برضو مساله، اول ما بصيت على المساله دي مساله سيك تربيع، دي داله من الدوله اللي احنا حافظينها. السيك تربيع كنت هقولها بتاني يعني. طيب بس هو هنا مش جايب لي جواها اكس، ده جايب لي جواها ايه؟ جايب لي جواها قوس، واحنا قلنا عادي ان هو يجيب لك قوس، طالما جاب لك قوس لازم يكون بس محقق الشرط، يعني تفاضله مكتوب بره. طب هو الاي والـ 6 دي تفاضلها بكام بـ اي والـ 6؟ هل مكتوبه بره؟ اه، يبقى المساله مظبوطه. طالما جاب لك قوس وتفاضله مكتوب بره يبقى المساله مظبوطه، حلها على طول. يبقى الحل بتاع المساله ده هيساوي كام؟ التان السيك تربيع من الجدول بتبقى اصلها تان، وحط اللي جواها زي ما هو زائد ثابت، بس يبقى كده حلينا المساله. طب لو جايب لي مساله كمان اهي، مثلا اول لما بصيت على المساله دي الراجل جايب لي هنا داله من الدوال اللي احنا حافظينها، داله الكوزاين، احنا حافظين ان الكوزاين تكاملها بساين، بس جاب لي جواها قوس. هو القوس ده تفاضله بكام؟ القوس اللي جوه ده تفاضله باربعه، هل الراجل كاتب لك هنا اربعه؟ قال لك لا، يبقى القوس ده مش محقق الشرط. طب تعرف انت تحقق تظبطه؟ قال لك اه. هو انت مش عايز يتكتب لك بره اربعه؟ مش القوس ده تفاضله باربعه؟ يعني انا عايز يتكتب لي بره اربعه. قال لك خلاص مش مستاهل، هضرب انا هنا في اربعه واقسم بره على ايه؟ على الاربعه. ظبطت المساله، ضربت في اربعه وقسمت بره على الاربعه عشان تبقى المساله محققه الشرط يعني. يبقى اذا دلوقتي الحل بتاعنا هيساوي هنا عندي الداله والقوس، القوس تفاضله باربعه مكتوب بره، يعني الداله محققه الشرط ان القوس تفاضله مكتوب بره. يبقى اذا الحل بتاعنا هيساوي ايه؟ هتحل بقى على طول، يبقى الكوزاين دي انت حافظها ان هي تكاملها بكام؟ بساين، وحط اللي جواها زي ما هو اللي هو 4 اكس زائد 8. بس خلصت، تكتب ايه؟ تكتب زائد ثابت، يبقى كده حلينا المساله بتاعتك. ماشي كده؟ يبقى انت لو لقيت الشرط بتاعك مش متحقق اظبطه انت يا عم، حققه. انت كل الحكايه ان انت عايز هنا 4، فضربنا في 4 وقسمنا على 4 عشان المساله تنفع تتحل وتبقى محقق الشرط ونعرف نحلها. طيب قال لك في بقى ملحوظه. في ملحوظه بتقول ايه؟ بتقول في حاله ان القوس بتاعك كان درجه اولى. يعني ايه درجه اولى؟ يعني في اكس اس واحد، يعني لو القوس بتاعك درجه اولى يعني في اكس اس واحد. قال لك ممكن ما تتعبش نفسك وتقعد تطبق الشرط عشان تطبق القاعده والكلام ده كله. امال ايه؟ قال لك انا ممكن لو القوس بتاعك درجه اولى بس في الحاله دي، بس لو القوس بتاعك درجه اولى في الحاله دي بس، ممكن تحل المساله بمجرد النظر. ازاي؟ قال لك هتحل من الجدول عادي جدا بمجرد النظر، وبعد كده تبقى تقسم على معامل اكس. الملحوظه دي ما بنستخدمهاش الا في حاله لو كان القوس درجه ايه؟ درجه اولى. فممكن بدل ما تحل بالقاعده تقوم جاي حلل بالملحوظه. يعني ايه؟ يعني المساله اللي احنا لسه واخدينها من شويه اهي، نفس المساله دي اهي، حل اخر. المساله دي هنحلها حل اخر اهو، اهي اللي هي كانت كوزين 4 اكس زائد 8. المسألة دي احنا لسه حلينها من شوية ساعة لما طبقنا الشرط والكلام ده كله. لا انا مش عايز احلها بالقاعدة، لا انا عايز احلها بالملحوظة. هو انت هنا عندك مش القوس اللي جوه الكوزين، القوس ده درجة أولى يعني في اكس اس واحد. قال لك طالما القوس درجة أولى فمش مستاهلة إن أنت تتعب نفسك وتقعد تعمل القاعدة دي. أمال إيه؟ قال لك والله طالما القوس درجة أولى حلها بمجرد النظر على طول، الكوزين من الجدول هتبقى ساين. كوزين من الجدول هتبقى إيه؟ هتبقى ساين. وفي الآخر تقسم على معامل إكس، معامل إكس بكام؟ بأربعة. بس زائد ثابت، يبقى كده حلينا المسألة.
طب هل الحل اللي انت طلعته ده هو نفس الحل اللي احنا مطلعينه هنا؟ قال لك اه، لو بصيت هنا ربع ساين وهنا برضو طلع لك ربع ساين، هي الحل ده هو نفس الحل ده. يبقى الملحوظه دي عايز تستخدمها خير وبركه، مش عايز تستخدمها ممكن تدنك تحل بالقاعده وخلاص. زي ما قلنا الملحوظه دي بستخدمها لو القوس درجه اولى، لو القوس درجه اولى حل على طول بمجرد النظر واقسم على ايه؟ على معامل اكس. اهو لو عندنا المساله دي، اول ما بصيت على المساله دي كوسيك في كوتان، كوسيك كوتان دي والله انا حافظ ان تكاملها كان ايه؟ كان تقريبا اللي هو كوسيك كوتان كان تكاملها سالب كوسيك، حلو؟ بس لو بصيت هنا القوس مش جواها مش جواها اكس، ده جواها قوس. صح؟ بس القوس هنا درجه اولى ولا كام؟ اه درجه اولى في اكس اس واحد. قال لك طالما القوس بتاعك درجه اولى ما تقعدش بقى تقرف نفسك بقى بالقاعده والشرط والكلام ده. احنا اتفقنا لو القوس بتاعنا درجه اولى حل عادي على طول من الجدول وبعد كده ابقى اقسم على معامل اكس. فانا المساله دي والله هقوم قايل له كوسيك في كوتان من الجدول كان اصلها سالب كوسيك. بس واقسم على مين؟ على معامل اكس. بس وخلاص على كده. زائد ثابت طبعا بقى في الاخر.